الركن الثالث قيام قادر عليه بنفسه أو بغيره في فرض، ولعاجز شق عليه قيام صلاة قاعدا. فإذا هذا قيام قادر وهو الركن الثالث. في الحقيقة هذا هو الركن الأول. لا يقوم الرجل بعد التكبيرة ولا بعد النية، بل هو يقوم قبل النية والتكبير. فإذا بالنظر إلى الفعل هذا هو فرض أول، لكن في الترتيب والتعداد صار ثالثا. لماذا؟ لأنه يجوز تركه في بعض الأحيان، يسقط عن المصلي هذا الفرض في بعض الأحيان. مثلا صلاة التنفل، يعني المتنفل لا يجب عليه القيام، المتنفل لا يجب عليه القيام، بل يجوز له أن يصلي قاعدا أيضا. وكذلك يعني في بعض الأحيان مصلي صلاة الخوف يسقط عنه هذا الفرض، هكذا في بعض الأحيان بالنسبة إلى بعض المصلين يسقط، لذلك أخروا في التعداد، وإلا هذا هو فرض أول. ممكن سيأتي هذا قيام قادر عليه على أي شيء؟ على القيام. لو كان قادرا على القيام كيف القدرة؟ كيف؟ إما بنفسه أو بغيره. إما تكون القدرة على القيام بنفسه، يعني هو رجل له قدرة للقيام بصحته، رجل ليس مريضا ولا ضعيفا ولا أشلا هكذا. ثم القدرة بغيره كيف؟ إما يكون هذا الغير يعني حبلا، وهو يعلق حبلا على سقف البيت ثم يمسك هذا الحبل ثم يقوم، أو هو يقوم عاخدا لجدار أو لعمود أو لعسن هكذا، فهذا قدرة بالغير. أو يعني رجل يقيمه رجل آخر، ماذا فعل؟ وهو هذا المصلي يعتمد على رجل آخر يعني أو هكذا يقيمه. هذه الصور كلها داخلة في قوله بغيره، هذه كلها من القدرة بغيره. فإذا لو كان يستطيع بأحد هذه الصور وهو واجب. فإذا هذا الرجل عنده مال وهو رجل غني، ويوجد يتوفر رجل بأجرة المثل لإقامته في الصلاة، يجب عليه أن يستأجر رجلا بأجرة المثل. فإذا لو كان يطلب أكثر من أجرة المثل لا يكلف، بل يجلس هكذا. يعني القيام مهم جدا في بعض الأزمان، يعني بعض يشعر بتعب أو ضعف يجلس ثم يصلي، هذا ليس بجائز. ثم ينتبه إلى قوله بغيره، هناك صور كثيرة. نعم، قادر في فرض، أين هذا القيام واجب يعني ركن لو كان الصلاة فرضا، أما صلاة التنفل سيأتي لا يجوز له التنفل قاعدا. ثم ولو منذورا، هذا فرض لو كان مكتوبة يعني فرضا أصليا، أو لو كان فرض منذورا أو معادا وهكذا. كذلك يعني لو كان المصلي صبيا أيضا، الصبي يعني صلاته متنفل، معناه يثاب عليه ثواب النفل. ومع ذلك وكذلك بالنسبة إلى الصبي هو ليس بمكلف، لذلك أفعاله لا توصف بالفرض ولا بالنفل كذا وكذا وكذا. ومع ذلك هنا يجب القيام. نعم، للصبي أيضا. ويحصل القيام بنسب فقار ظهره، ثم يبين
صورة القيام. كيف هذا القيام؟ هو ينسب فقار ظهره، هذا هو صورة القيام. لو كان مائلا إلى جانب فلا بأس، أو مع قيام نسب فقار ظهره هو مال إلى الأمام أو إلى الوراء فلا بأس، هذا نسب الفقار. فإذا لو لم يكن فقاره منصوبا بل حنى، فحنى فقاره قليلا. وهذا لو كان لو وصل إلى حد أقل الركوع، لا إلى حد قريب من أقل الركوع فلا يعتبر هذا قياما كما يذكرنا. فقار الظهر، ما معنى الفقار الظهر؟ أي عظامه التي هي مفاصله، هذه العظام مفاصل الظهر، يعني مفصله، وهو ملتقى قطعتين قطعتين من العظم. فإذا المرفق مفصل، والكوع مفصل، والركبة مفصل، الرقبة مفصل، ثم من الرقبة إلى الصلب، هناك يعني كثير من قطاعات العظم كلها منضم إلى أخرى أخرى أخرى، هذه مفاصل. ولو باستناد إلى شيء، فهذا النصب يكفي أن يستند إلى شيء آخر، بحيث لو زال سقط، مثلا هو اعتمد على جدار أو نعم جدار اعتمادا جيدا، لو زال هذا الجدار هو يسقط، أو يعني هو اعتمد على رجل آخر، ورجل يقوم هنا، اعتمد على رجل آخر، مثلا هذا الصبيان ماذا يفعل؟ هكذا يلعبون، وهو مال على القائم بجنبه واعتمد عليه اعتمادا شديدا، لو ذهب هو يسقط، هكذا اعتماد، هذا لا بأس، لكن ينبغي أن يكون فقاره منصوبا، هذا بحيث لو زال لسقط. ثم ثم لا يجب هناك القيام على باطن القدمين، ممكن هذا قام على حرف القدمين أو على ظرف القدمين، ظهر القدمين، هكذا عكس القدم ثم قام على ظهر القدمين، كل هذا صحيح لا بأس، اعتبار نسب الفقار فقط. ويكره الاستناد لا بإنحناء إن كان أقرب إلى أقل الركوع إن لم يعجز عن تمام الانتساب. ويكره الاستناد، هكذا الاستناد لا يضر، هكذا ذكرنا، لكن هذا الاستناد بلا عذر وهو مكروه. أي استناد؟ لو زال المستند إليه يسقط إلى هذا الحد أن يستند وهو مكروه. فإذا مجرد مس ليس بمكروه، وهو يقوم يمسك جسده، مع ذلك وهو يعني مس رجلا آخر أو يعني جدارا أو يعني عمودا فلا بأس، هذا استناد. ثم لا بانحناء، هذا القيام يحصل بنسب فقار لا بانحناء، هذا لا بانحناء عطفنا على قوله بنسب فقار، فإذا يكون معناه لا يحصل القيام بانحناء لو انحنى إلى الأمام لا يحصل القيام، هذا الانحناء إن كان أقرب إلى أقل الركوع، هذا أقل الركوع نعلم، لو هذا انحناء إلى حد تصل يده إلى ركبتيه، إلى حد تصل يده أو يعني بطن كفيه إلى ركبتيه، هذا هو أقل الركوع. ثم هذا الانحناء لو كان أقرب إلى أقل الركوع، فإذا ينظر هناك، لو انتصب تماما ثم من هناك إلى الأمام انحناء إلى أين؟ إلى أقل الركوع، ثم ينظر ما بينهما، ثم هذا الرجل هل انحنى إلى أين؟ إلى ما هو أقرب إلى أقل الركوع، يعني
أقل الركوع والانتساب التام، يقسم بينهما نصفا ونصفا. لو كان انحناء هذا الرجل في النصف الثاني حتى يكون أقرب إلى أقل الركوع، هذا لا يعتبر قياما، لا يصل به القيام. فإذا ينبغي أن لا يكون أقرب إلى أقل الركوع هكذا. ثم هذا بالنسبة إلى القادر، هذا الذي قال إن لم يعجز عن تمام الانتساب، لو هذا رجل لا يستطيع ولا يطيق أن ينتصب، فإذا لو انحنى فلا بأس. ممكن هذا رجل منحن خلقة أو في ظهره ألم أو جروح هكذا، فإذا لو انحنى فلا بأس. ثم ولعاجز شق عليه قيام صلاة قاعدا. ولعاجز هذا الرجل الذي عاجز، هذا محترز قوله قيام قادر. ماذا يفعل العاجز؟ العاجز ثم يبين معنى العاجز، شق عليه قياما. كيف شق عليه؟ ثم مرة ثانية يصبر يعني المشقة في القيام، بأن لحقه به مشقة شديدة بحيث لا تحتمل عادة. هكذا مشقة شديدة معناه بحيث لا تحتمل عادة. ثم أيضا يبين مرة ثانية، وضبطها الإمام بأن تكون بحيث يذهب معها خشوعه. يعني لو قام هو يشعر بمشقة وبهذه المشقة لا يستطيع أن يكون له خشوع في صلاته، بل يفوته الخشوع بسبب هذه المشقة، يعني يكون قلبه منتبها إلى هذه المشقة وتحملها وصبرها، يفوته الخشوع. هذا القدر يعتبر مشقة للقيام ويجوز له أن يجلس. ثم صلاة قاعدة ولعاجز، يعني يجوز للعاجز صلاة قاعدة. ثم كراكب سفينة خاف نحو دوران رأس إن قام، فإذا لعاجز شق عليه قيام، وهذه المشقة مشقة يعني بالفعل حقيقة، ليس خوف المشقة كما ظهر من العبارة الأولى، لكن خوف هذه المشقة أيضا مما يلحق بهذه المشقة هو أيضا يعتبر عاجزا. لذلك قال كراكب سفينة، رجل يركب سفينة، خاف نحو دوران رأس إن قام، وهو لم يقم ولم يدر رأسه بالفعل حقيقة، بل وهو يخاف لو قام أن يدور رأسه ويسقط هكذا، فإذا هذا الرجل أيضا من العاجز على القيام. نعم. وثالثا لا يستمسك حدثه إلا بالقعود، كذلك رجل إما سلس البول أو سلس الريح أو سلس الدم بالنسبة إلى المرأة، لا يستمسك حدثه، وهذا لو كان سلس الدم الدم، سلس البول البول، أو سلس الريح الريح، لا يستمسك، يعني لا يصل إلى حالة عدم خروجه إلا بالقعود. يكون السلس لو قام، لو جلس لا يخرج، بل يكون هناك اعتراض. وهذا الرجل أيضا له مشقة في القيام وهو عاجز عن القيام، لذلك يجوز له الصلاة قاعدا. نعم. إلا بالقعود. وينحني القاعد للركوع بحيث تحاذي جبهته، فإذا في هذا القعود أيضا يعتبر يعني ما اعتبر في القيام من نسب الفقار، عندما يقعد كيف يقعد بنسب فقاره، وهناك أيضا ينظر يعني لو انحنى أو لو سنى. فإذا ماذا قلنا؟ وسلس لا يستمسك حدثه إلا بالقعود، وينحني القاعد للركوع بحيث تحاذي جبهته ما قدام ركبتيه. نعم.
فإذا أنا قلت يعتبر في هذا القعود إلى النسب الفقار، يعني الذي انحنى إلى الأمام ينظر هناك كما نظرنا في القائم، هل هو منحن إلى حد هو أقرب إلى أقل الركوع بالنسبة إلى القاعدي. لو كان هكذا منحنيا إلى الأمام لا يحصل له القعود. نعم، هذا ليس هنا أيضا في كل قعود الصلاة، سواء كان القعود للتشهد أو القعود بين السجدتين، في هذه القعودات كلها هذا معتبر، يعني ينبغي أن لا يكون منحنيا إلى أقرب إلى حد الركوع. نعم، ثم وبعده وينحني القاعد للركوع بحيث تحاذي جبهته ما قدام ركبتيه. نعم، هذا هو صورة ركوعه. القاعد ماذا يفعل في ركوعه؟ لركوعه وهو ينحني حتى تحاذي جبهته إلى أين؟ ما قدام ركبتيه. فإذا لا تكفي محاذاة جبهته إلى ركبتيه، بل ينبغي محاذاتها إلى ما قدام ركبتيه، وهذا بالنسبة إليه أقل الركوع. أما أكمل الركوع كيف يكون؟ أكمل بمحاذاة جبهته موضع سجوده، هذا هو أكمل الركوع. بمحاذاة جبهته موضع سجوده. ثم فرعون قال شيخنا يجوز لمريض إن أمكنه القيام بلا مشقة لو انفرد لا إن صلى بجماعة إلا مع جلوس في بعضها الصلاة معهم مع الجلوس في بعضها وإن كان الأفضل الانفراد. يجوز لمريض أمكنه القيام بلا مشقة، قيام يعني في جميع الصلاة، لو كان يصلي منفردا هو يعني يؤدي أفعال الصلاة بسرعة حتى يمكن له القيام في تمام الصلاة، لا إن صلى في جماعة، يعني هذا الإمام ماذا فعل؟ هو بطيء ويطول القراءة وهكذا. فإذا لو صلى مع الجماعة لا يستطيع قيامه في جميع الصلاة، بل يضطر إلى الجلوس، يعني أثناء القيام هو يتعب، فإذا يحتاج إلى الجلوس، فماذا يفعل؟ يجوز أو إن كان الأفضل الانفراد، يجوز له الصلاة معهم. قال شيخنا يجوز لمريض الصلاة معهم، يعني مع جماعة يجلس في بعضها مع الجلوس في بعضها. هذا بعل لو كان كثيرا أو أكثر، هذا بعل يصدق على الأقل وعلى الأكثر، هذا صادق عليه. لو كان هذا البعل الذي يجلس فيه كثيرا أو قليلا لا يفرق بين الكثير والقليل، وإن كان الأفضل الانفراد، لكن بالنسبة إليه الأفضل الانفراد. لماذا؟ لتمام صلاته مع القيام في جميع صلاتها. وكذا إذا قرأ الفاتحة فقط لم يقعدها والسورة قعد فيها، فإذا ينظر يعني المشقة فقط، لو كان عنده طريق بدون مشقة لا يكلف هذا الطريق الذي ليس فيها مشقة. هذا الخلاصة، مثاله هذا، يعني هو يصلي جماعة كذلك يصلي منفردا، فإذا عندما يصلي مع الجماعة يجد مشقة، لأجل ذلك هو معذور يجلس. كذلك لو قرأ الفاتحة فقط يستطيع أن يصلي جميع صلاته مع القيام، لو قرأ السورة أيضا لا يستطيع، بل يحتاج إلى الجلوس إلى القعود. فإذا أو والسورة، يعني لو قرأ الفاتحة والسورة، هذا والسورة عطف على الفاتحة، فإذا يكون معناه إذا قرأ الفاتحة والسورة قعد فيها، فيما قعد في الصورة، هذا قعد فيها، يعني الضمير يرجع إلى الصورة، لكن هذا لا يلزم القعود في الصورة نفسه، بل هو يقرأ الصورة ثم بعد ذلك حينما يشعر التعب يجلس أين كان لابس.
جاز له قراءتها قراءة سورة مع القعود، فإذا يقعد ثم يقرأ سورة لو كان هكذا. وإن كان الأفضل أفضل تركها، لكن بالنسبة إليه أيضا تركه ترك السورة أفضل. لماذا؟ لأداء الصلاة تماما مع القيام. نعم. لماذا يجوز له قراءتها مع القعود؟ لتحصيل فضيلة السورة، يعني لا يكلف بترك سنة لأجل القيام. ثم والأفضل للقاعد، ذكرنا أن الصلاة قاعدا، ما ذكر سورة القعود. قعود قعودات يعني أنواع، قعود يعني افتراش، قعود التربع، قعود التورك، قعود مع مد الرجلين، هكذا قعودات كثيرة. أي كيف شاء وهو يقعد، أو يقعد يعني بإرسال الرجلين على الكرسي أو على يعني على السرير هكذا يجلس، لكن مع هذا الجلوس يجب عليه إتمام الركوع والسجود، أمر آخر. إذن هذا كيف شاء وهو يقعد. لكن الأفضل ما هو؟ الأفضل للقاعد الافتراش، ثم التربع، ثم التبرك. نعم. الافتراش يعني كما سيأتي، وهو يفرش رجله اليسرى ثم يقعد عليه كما يقعد في التشهد الأول، هكذا يجلس تماما من أوله إلى آخره، إلى آخره، يعني في أماكن القعود للقائم، في غير أماكن القعود للقائم. فإذا بالنسبة إلى القائم وهو يفرش للتشهد الأخير يعني جلوس التبرك، يعني هو لا يفرش بل يجلس على وركه يعني على عليته، وهذا مسنون لمستحب لهذا الرجل أيضا. ثم التربع، تربع كيف؟ وهو يجلس على وركه ثم يضع رجله اليمنى تحت فخذه الأيسر ورجله اليسرى تحت فخذه الأيمن، هذا هو التربع. فإذا يجلس على الوركين ثم يثني الرجلين ويجعل الرجل اليمنى أين؟ تحت هذا فخذ الرجل اليسرى، هكذا. ثم هذا التربع، ثم التورك. تورك يعني هذا الجلوس على الورك، ثم ينصب الرجل اليمنى، ثم يخرج الرجل اليسرى من تحت الرجل اليمنى إلى الخارج، هذا هو التورك. نعم. فإن عجز عن الصلاة قاعدا، ثم المرتبة الثالثة، هذا الرجل لا يستطيع القعود بالمعنى السابق، العجز بالمعنى السابق، يعني لا يقدر على الجلوس بنفسه ولا بغيره، ثم يعجز يعني يتحمل مشقة شديدة لا تتحمل عادة، يعني يفوت مع القعود الخشوع التام هكذا من أول الصلاة إلى آخره. إذن صلى ملتجعا على جنبه، يلتجع على جنبه، على أي جنب؟ على الأيمن، يكره على الأيمن، على الجنب الأيسر بلا عذر كما سيأتي. نعم. على جنبه مستقبلا للقبلة بوجهه ومقدم بدنه، مقدم البدن يعني بالصدر، بوجهه وبصدره يستقبل القبلة. ثم ويكره على الجنب الأيسر بلا عذر. فإذا لو كان يستطيع الالتجاء على الجنب الأيمن وهو المستحب، ثم يجوز له أن يلتجع على الجنب الأيسر، لكن لو لم يكن عذر يكره. نعم. فمستلقيا، ثم المرتبة الرابعة، لا يستطيع أن يستقبل أيضا، لا أن يلتجع على الجنب أيضا. لماذا؟ ممكن في جنبه، في جنبيه جروح كذا وكذا، أو بسبب شلله وضعفه هذا الالتجاع يكون معه مشقة السابقة. فمستلقيا على ظهره وأخمصاه إلى القبلة، مستلقيا على ظهره. فإذا عندما يستلقي على ظهره
بأي شيء يكون الاستقبال استقبال القبلة، وهذا الذي يكون يقول بعده ويجب أن يضع تحت رأسه نحو مخدة، يجب أن يضع نحو مخدة تحت رأسه. لماذا؟ لأن يتحقق الاستقبال، استقبال الكعبة، لأن يتحقق استقبال قبلة، لأجل ذلك يفعل هكذا، يعني يرفع رأسه. أما ما ذكر يعني قبله من أنه من أن أخمصيه إلى القبلة، هذا ليس بواجب. فإذا هذا رجل يستلقي ورفع رأسه بنحو مخدة، ثم ثنى رجليه، لم يمد رجليه حتى تكون أخمصاه يعني باطنا قدميه إلى القبلة، بل ثنى رجليه، أو يعني حول عن جهة القبلة إلى الجنبين، يعني فرج أو ثنى هكذا، فلا بأس، لكن هذا لبيان الأفضل، أخمصاه إلى القبلة. إذن هنا لا يأتي مسألة مد الرجل إلى القبلة، يكره مد الرجلين إلى القبلة، لكن هنا لا يأتي. لماذا؟ وهنا الاعتبار باستقبال وجهه، الاستقبال بالوجه هذا المعتبر هنا لأجل العذر. كذلك عندما يعني يرقد للنوم، أو عندما يعني يوضع الميت، يستقبل بوجهه، لو استقبل بوجهه ثم مد أو جعل أخمصيه إلى القبلة فلا يعتبر كراهة، لأجل استقباله بوجهه. ثم يجب أن يضع تحت رأسه نحو مخدة ليستقبل بوجهه القبلة، يعني لا يستقبل إلى السماء بل يستقبل إلى القبلة، وهذا القدر واجب. وأن يومي إلى صوب القبلة راكعا وساجدا، وهذا المستقبل ماذا يفعل؟ المستقبل عندما يومي، يعني لو لم يستطع الركوع والسجود حقيقة، ممكن هذا الرجل الذي لا يستطيع الالتجاع بل هو عاجز عنه، ممكن يقوم ويركع ويسجد تماما ركوعا حقيقيا وسجودا حقيقيا، لو كان قادرا فيفعلهما حقيقة لا إشارة، لكن الذي هو عاجز عن أدائهما بصورة تامة وهو يومي، فإذا عند الإيماء والإشارة ماذا يفعل؟ وهو لأجل الركوع والسجود يومي يشير برأسه إلى جهة القبلة. ثم لو كان الركوع والسجود بطريق الإيماء والإشارة في أي صورة كان، ينبغي أن يكون الإشارة للسجود يعني أخفض، وهذا الذي يذكره هنا أيضا، وبالسجود أخفض، يعني الإيماء بالسجود أخفض من الإيماء إلى الركوع إن عجز عنهما. ثم فإن عجز عن الإيماء برأسه ماذا يفعل؟ عوم بأجفانه، فإن عجز أجرى أفعال الصلاة على قلبه، يعني وهذا استلقاء فقط أو التجاع فقط، لا يستطيع يعني الإيماء لا برأسه ولا بأجفانه، ثم ماذا يفعل؟ يعني هو ينوي أنا الآن قائم، ثم بعده ينوي ويريد ويقصد أنا أركع هكذا، بالنية يميز بين لحظاته بتوزيعها على أركان الصلاة، هذا ركوع هذا اعتدال هذا سجود، هكذا هو ينوي ويميز بين أفعال الصلاة بنيته، هذا الذي قال إن عجز أجرى أفعال الصلاة على قلبه. ثم فلا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتا، فإذا خلاصة هذا البيان أن الصلاة لا تسقط أحدا عن أحد من المكلفين حتى ما دام عقله ثابتا باقيا، يعني لو فقد عقله يسقط وإلا لا يسقط بسبب العجز لا يسقط، يعني أمر الصلاة في الإسلام إلى هذا الحد خطير.
له اهتمام بالغ حتى لا يقضيها أبدا، وحسب استطاعته يصلي. ثم في بعض الأحيان يجب عليه إعادة الصلاة، أمر آخر. يعني لو لم يستطع استيفاء بعد شروط الصلاة لا يترك الصلاة، هو يصلي حسب استطاعته. ثم بعد ذلك لو كان يجب عليه الإعادة يعيد عليه أيضا. هذا هو احترام وقت الصلاة، احتراما لوقت الصلاة، لهذا وقت الصلاة احترام. نعم. فلا تسقط عن الصلاة ما دام عقله ثابتا، وإنما أخر القيام عن سابقه. نعم. فإذا في هذه الأزمان يكون كثير من الأمراض، المريض يدخل في المستشفى أو في قسم الطوارئ، ثم أو في يعني غرفة المراقبة أو في حجرة العناية الفائقة، هكذا يكون يعني أقسام في المستشفى، أو هؤلاء المدخولون في هذه الأقسام يجب عليهم الصلاة في أوقاتها. كيف هذا؟ إما يعني يخرج منه يعني يصلي قائما، يستوفي الشروط ثم يصلي قائما، أو لا يستطيع الخروج يعني هو تحت رعاية الأطباء وعنايتهم. فإذا لو كان جالسا جالسا أو ملتجيا ملتجيا أو مستلقيا، لو لم يستطيع شيء من هذه الأمور هو يجري أفعال الصلاة في قلبه. لو كان محدثا حدثا أكبر أيا كان، ثم هكذا يجب. فلا تسقط عن الصلاة ما دام عقله ثابتا، وإنما آخر القيام. هذا الذي قلت أولا، يعني القيام ليس الركن الثالث بل هو الركن الأول. ثم لماذا أخروا في الذكر عن سابقه مع تقدمه عليها، تقدم القيام عليهما على سابقهما يعني من النية وتكبير تحرم؟ لأنهما ركنان حتى في النفل، يعني هذا تكبير وكذلك النية ركنان حتى في صلاة النفل، وهو القيام ركن في الفريضة فقط، لأجل ذلك أخروا. ثم كمتنفل فيجوز له أن يصلي النفل قاعدا. فإذا في زمننا في بعض البلاد الناس يصلون على الكرسي، وهذا الصين صنعوا كرسيا باسم كرسي الصلاة، وهم يعني أصحاب الصناعة كلها. فإذا هذا الصلاة على الكرسي ما وردت في الشرع أصلا. أنا فتشت أنه في الأحاديث كثيرة، هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الكرسي، أو هل صلى أحد من الصحابة أو من السلف الصالح أحد على الكرسي؟ لا، ما وجدته. بل يعني النبي صلى الله عليه وسلم جلس على الكرسي مرة للتعليم، جلس على الكرسي. الفقهاء بين، الشراح بينوا، شراح الحديث بينوا، وهذا مطلوب بالنسبة للمعلمين. لماذا؟ لأن يراه المستمعون، وكذلك لأن يرى المستمعين أيضا لو جلس على مرتفع، يعني على كرسي يسهل هذا للنبران، وهذا من مطلوبات التعليم والتدريس. وكذلك مرة يعني جلس النبي صلى الله عليه وسلم على كرسي وتولأ، هكذا ورد في الحديث. فإذا كان الكرسي موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان الناس يستعملونه أيضا، ومع ذلك لم يصلي أحد على كرسي، ولم يذكر أئمة المذاهب الصلاة على الكرسي، بل هم يقولون هذا الصلاة قائما أو قاعدا، القعود يعني على الأرض هكذا. ثم هذا الالتجاء أو الاستلقاء هكذا. فإذا لو كان في ركبتي الرجلين علم لا يستطيع القعود على الأرض، أو يعني في ظهره علم، فإذا لا يستطيع القعود على الأرض، على سطح الأرض، فإذا ماذا يفعل؟ فإذا الفقهاء يعني أصحاب الحواشي ابن القاسم وكذلك الشرواني وأمثالهم
وكذلك بين الإمام زكريا الأنصاري رحمه الله في أحسن المطالب وشرحه، بين أنه يصلي يعني قائما، وذكرنا مسألة يعني العاجز على القيام، هو ماذا يفعل؟ هو يقعد، والقاعد والعاجز على القعود مع قدرته على القيام، يعني عكس هذه الصورة، وهو لا يستطيع القعود. لماذا؟ لأنه في ركبتيه ألم أو مرض وهكذا، أو جروح، أو في عجيزته ألم أو كذا كذا من الأسباب، لأجل ذلك لا يستطيع القعود، بل يستطيع وقادر على القيام. ماذا يفعل؟ وهو يقوم يعني موالي القعود، أيضا موالي القعود يعني القعود بين السجدتين، القعود يعني الجلوس لأجل التشهد والصلاة والسلام في هذه الأماكن، أيضا يقوم يعني من تكبيرة الإحرام إلى التسليم يقوم ويفعل جميع الأفعال قائما، هكذا قال. أما الجلوس على الكرسي لو كان عاجزا على القيام يصح، وإلا لا يصح. ثم كمتنفل ثم يجوز له الصلاة قعودا كمتنفل، فيجوز له أن يصلي النفل قاعدا وملتجئا مع القدرة على القيام أو القعود. فإذن يجوز له التنفل ملتجئا أيضا متى؟ مع القدرة على القعود. ثم ويلزم الملتجئ القعود للركوع والسجود، وهنا هذا قادر على ما؟ على القعود، هو يصلي ملتجئا. إذن ماذا يفعل؟ وهو يجلس يقعد للركوع والسجود، فإذن هكذا يستطيع. فإذن لو كان يعني يريد الاستراحة ليس عنده عجز، بل إذن هو يلتجئ ثم هذا يكبر تكبيرة الإحرام، يقرأ الفاتحة والسورة طويلا ملتجئا، ثم عند الركوع وهو يقوم ثم يقعد يركع بالإشارة، ثم يسجد، لا يركع يعني ركوع القاعد، ثم يسجد بوضع الجبهة هكذا. أما مستلقيا فلا يصح مع إمكان الالتجاع. لو كان الرجل يمكن الالتجاع هل يصح التنفل مستلقيا؟ هذا لا يصح. وفي المجموع إطالة القيام أفضل من تكسير الركعات، وفي الروضة تطويل السجود أفضل من تطويل الركوع. هذا مسألة فضل إطالة القيام. وفي المجموع للإمام النووي رحمه الله قال ماذا؟ إطالة القيام، هو يطيل القيام. كيف يطيل القيام؟ بالقراءة طويلة، يقرأ سورة البقرة، آل عمران، سورة ياسين، الواقعة، هكذا يقرأ يعني سور طويلة، وهذا أفضل مما من تكثير الركعات. يعني هو لا يطيل القيامة، بل يقرأ سورة صغيرة صغيرة ثم يصلي ثلاثين ركعة أو خمسين ركعة أو مئة ركعة، هكذا. ما هو الأفضل؟ الأفضل إطالة القيام. وفي الروضة تطويل السجود أفضل من تطويل الركوع، وهكذا يعني للعباد طريقان، بعض يكسرون الركعات وبعض يطيلون القراءات والقيام. ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تطويل القيام، لذلك هذا صار أفضل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل إما ثمانية ركعات أو عشر ركعات غير الوتر، أو اثنى عشر أو أربع عشر فقط، هكذا ورد. أذكر غاية ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على الأكثر أربع عشر ركعات في القيام، ومع ذلك هذه أربع عشر ركعات كم وقتا يستغرق؟ يعني نصف الليل، كما ورد في القرآن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي نصف الليل
أو يزيد عليه قليلا أو ينقص عنه قليلا فقط. فإذا تقريبا نصف الليل يستغرق هذا 10 ركعات أو 8 ركعات أو 12 ركعة. فإذا كيف يكون هذا؟ وكذلك كما ورد في الحديث حتى تتورم قدماه لأجل 12 ركعة أو 8 ركعات تتورم قدماه، كيف يكون هذا؟ بإطالة القراءة والقيام. لذلك صار هذا أفضل. أما ما نقرأ عن بعض الأولياء والصالحين كانوا يصلون هذا 1000 ركعات أو يعني 500 ركعة، هذا تكسير عدد الركعات. وبمقابله نقرأ أن بعض الصالحين يختتمون القرآن في ركعة أو ركعتين، هذا أيضا يعني عندهم طريقان، لكل واحدهم طريق إلى العلا، هكذا الأفضل هذا. ثم تطويل السجود أو تطويل الركوع، ما هو الأفضل؟ هذا تطويل السجود. لماذا ورد في فضل السجود؟ أنه أقرب ما يكون العبد إلى الله تعالى حين كونه بالسجود. فإذا بالنسبة إلى الركوع يكون أقرب إلى الله تعالى. فإذا هذا القرب ليس بالمسافة. وبهذا الحديث استدل الإمام الرازي رحمه الله تعالى على نفي الجهة عن الله تعالى. يعني هذا الحديث أقرب ما يكون العبد إلى الله تعالى في سجوده حين يكون في سجوده. وهذا الحديث استدل به الإمام الرازي رحمه الله في كتابه أساس التقديس أو تأسيس التقديس. الكتاب سمي بهذين الاسمين، بعضهم قالوا اسم هذا الكتاب تأسيس التقديس وبعضهم قال أساس التقديس، كلاهما كتاب واحد. بهذين الاسمين تتوافر نسخة هذا الكتاب في المتاجر، نعم، في أسواق الكتب. وإذا هو نفع استدل بهذا الحديث على نفي جهة لله تعالى. كيف قال؟ يعني لو كان الله تعالى في جهة الفوق كما قال بعض الكرامية، بعض المبتدئة الكرامية وغيرهم، هم يثبتون لله تعالى جهة الفوق. لو كان هذا صحيحا ينبغي أن يكون أقرب حين كونه في ركوعه. لماذا؟ هذا الركوع هو أقرب إلى الفوق، السجود يعني ليس أقرب إلى الفوق بل هو أبعد إلى الفوق. ما شاء الله، هو استدل هكذا. كذلك في هذا الكتاب استدلالات يعني هذا غريبة جيدة. كذلك هو استدل بكرامية الأرض على نفي الجهة لله تعالى، جهة الفوق نفي، ويقول يعني هذه الأرض كرة. إذن لو أثبت لله تعالى جهة الفوق وهذا لا يكون بالنسبة إلى جميع جهات الأرض، يعني إلى سكان جميع جهات الأرض، لا يكون الله تعالى في جهة الفوق. لماذا؟ بالنسبة إلى بعض الناس جهة الفوق يكون بالنسبة إلى بعض آخر جهته يعني التحت. فإذا بالنسبة إلينا هذا فوقنا. هؤلاء أظن لا يعترفون بكروية الأرض، هكذا؟ لا هم يعترفون. السلفية برضه لا هم أظن يعترفون. نعم، هذا السلفية بعد الإمام الرازي. في زمن الإمام الرازي كان يعني الكرامي هم الذين. أنا لا أقصد سلف الصالح. نعم، السلفية الوهابية. أيوة الوهابية يعترفون برضو بكرامة الأرض. نعم، وهم يعترفون. لذلك أنا سمعت أن بعض مشايخهم يعني من الحجاز مثل ابن باز مش عارف من يقولون لا الكروية الأرض كأنه الكروية الأرض كأنه اتفاق، هناك يوجد خلاف نادر، أما في حركة الأرض كان خلاف قوي. هل تتحرك الله أو لا تتحرك؟ بعض الأئمة من بعض العلماء
استدل بآية اللهم صل على سيدنا. هذا آية إمساك الأرض عن الزوال، إمساك السماوات والأرض عن الزوال. ما هي الآية؟ يعني الآية يمسك السماوات والأرض أن تزولا. نعم، الله تعالى يمسك السماوات والأرض أن تزولا، هكذا أذكر الآية. فإذا هذا الله تعالى أمسك السماوات والأرض عن الزوال، الحركة زوال بموضعهما، لذلك لا تتحركان، هكذا استنبط بعض العلماء، استدل بعض علمائنا. هذا هو الخلاف القوي. أما كروية الأرض يعني كأنه اتفاق حتى بين يعني هؤلاء عند الفلاسفة والحكماء أيضا. فإذا هو استدل هكذا، يعني بالنسبة الفوق بالنسبة إلينا، تحت بالنسبة إلى جانب مقابل للأرض، بالنسبة إليهم ذاك الفوق تحت، وفوقهم بالنسبة إلينا تحت. فإذا أين في أي فوق يكون الله تعالى؟ هكذا هو السن، هكذا عند الإمام الرازي استدلالات يعني عقلية ممتازة.